المحاضره بعنوان البوست اوبرت بالمونري كومبليكيشن ريسك ستراتيفيكيشن اند ريدكشن. المحاضره تنقسم لشقين. الشق الاولاني هنتكلم عن ازاي اقيم العيان او اتوقع مين اللي هيحصل له بوست اوبرت بالمونري كومبليكيشن، والجزء الثاني ازاي هعمل ريسك ريدكشن. وطبعا اغلب الحاجات ليها علاقه بالفنتيليشن، يعني لان هو اصل ايه اللي هيتعمل يعني جوه العمليه ليه علاقه بالريسبيريشن غير الميكانيكال فنتيليشن يعني، وفي بعض الدراجز ممكن تاثر يعني. تمام. المصادر بتاعتي اليوروبيان جايد لاينز بتاع البري اوبرتيف ايفالويشن، دي اللي اخذنا منها الريكومنديشن بتاعت الايفالويشن كلها بتاع اليوروبيان سوسايتي، وبرضه انا فيسيولوجي اللي هي بتاع المالاجلا بتاعت الامريكان سوسايتي اوف انستيسيولوجيست برضه ناشره في الموضوع ده ارتكل لطيف جدا منشور اقرب يعني 2022 احدث من اليوروبيان جايد لاينز. وبرضه الانجليز بما ان احنا خدنا الامريكان والاوروبيين، الانجليز برضه عاملين جايد لاينز او يعني كونسنسس ريكومنديشن تعتبر سيمي جايد لاينز يعني عن اللانج بروتكتيف فنتيليشن. وفي برضه الفرنساويين بما اننا خدنا الاوروبيين والامريكان والانجليز فخدنا قابس كده من عند الفرنساويين، هم عندهم جايد لاينز للديفيكولت انتيوبيشن اند اكستيوبيشن. فهناخد برضه يعني شوتس كده اللي ليها علاقه بالموضوع بتاعنا باذن الله من كل جايد لاين. طيب هنبتدي الاول زي ما عودناكم لازم افرد الكونتنتس اللي هتكلم فيه. انا هتكلم في الديفينيشن، في الميكانيزم، في البريفيلنس، في السيجنيفيكانس، ريسك فاكتورز وفولس كونسبتس، وفي المانجمنت. اول حاجه الديفينيشنز. الديفينيشنز دي موجوده في ستيتمنت عاملاها اليوروبيان سوسايتي سنه 2015، ما هي البلمونري كومبليكيشنز البوست اوبرتيف، سواء بالمونري انفكشن، ريسبيراتوري فيلير، بلورال افيوجن، اتليكسس، نيموثوراكس، برونكوسبازم، اسبيريشن، كل ده داخل تحت بند البلمونري كومبليكيشن، سواء ده ليه علاقه بالتخدير بشكل مباشر زي الاسبيريشن مثلا او الاتليكسس، او بشكل غير مباشر زي الانفكشن، او ليه علاقه اكثر بالجراحه زي الاتليكسس اللي بتحصل مع الابر ابدومينال سيرجريز، بس هي كلها كاتيجوري واحده اسمه بوست اوبرتيف بالمونري كومبليكيشن. في بعد كده بعض الابحاث وجايد لاينز ركزت على البوست اوبرتيف ريسبيراتوري فيلير على اساس ان ده هو اختارهم، لان طبعا انفكشن ممكن يتعالج في البيت، افيوجن ممكن ياخد دايوريتكس بالاسم، اتليكسس ممكن الموضوع كله شويه فيزيوثيرابي وسبايرومتري، لكن الريسبيراتوري فيلير هو الموست سيريس كومبليكيشن. هنمسك الاهم ثلاثه كومبليكيشن برضو نقول الديفينيشن بتاعهم. الريسبيراتوري انفكشن اللي هو عيان هيحتاج انتي بايوتكس علشان سسبكتد انفكشن واخد واحده من الكرايتيريا دي ان هو عنده انفلترت على اللنج ومعاها حراره ومعاها ليوكوسايتوسيس، الكلام ده طبعا انتوا حافظينه اكتر مني. الريسبيراتوري فيلير متعرف ان انا الساتوريشن بتاعي اقل من 90%، بي او 2 اقل من 60، او بي اف ريشيو اقل من 300، وات ايفر الطريقه اللي انا بعمل بيها ايفالويشن. تمام. ومش محتاج طبعا اعمل بلاد جازز عشان اشخص الريسبيراتوري فيلير، يكفيني ان انا معايا ساتوريشن 90% على البلس اوكسيمتر. الاتليكسز اللي هي اللنج اوباسيفيكيشن اللي هو ممكن يصيب الجزء الفوقاني، المثلث الفوق ده زي ما انتم شايفين، او الوسطاني او تحت، يعني في كل الاماكن دي هو له نفس الشكل، وطبعا هو بيعمل شيفت الميداستاينم ناحيته مش العكس، ده اللي بيفرقه من الافيوجن. طيب دي الديفينيشن بتاعت الثلاثه اهم كومبليكيشنز اللي هم اهمهم طبعا الريسبيراتوري فيلير. الميكانيزم ايه اللي بيحصل مع الانافيزيا بيؤدي الى البلمونري كومبليكيشن؟ اولا الريسبيراتوري ماسل تون لما بتبقى لوست ده بيعمل سمول ايرواي كلوجر، وده بيؤدي الى الفلر كولابس. كمان الابر ابدومينال سيرجري بالذات بتقلل الفايتال كاباسيتي والفانكشن سيتورال كاباسيتي، وهنقول قدام شويه ازاي. بيحصل ريستريكتيف تشينجز بتقلل كل اللنج فوليومز، بيحصل ماركت ريدكشن في الدايفراجماتيك اكسكيرشن بالذات في الابر ابدومينال سيرجري وفي اللور ثوراسيك، وطبعا الاسبيريشن اللي ممكن يحصل مع الانتيوبيشن او الاكسيوبيشن، البين برضو والامبيرد كاف والدايركت والريفلكس فرينك نيرف انهيبيشن، كل دي حاجات بتؤدي الى البوست اوبرتيف بالمونري كومبليكيشن. ايه قصه الاتليكسز اللي بتحصل بعد التخدير؟ هل هي ميث؟ هل هي يعني كده كلمه كلنا بنقولها وما بنشوفهاش؟ تعالوا نشوف الايفيدنس بيست. الموضوع ده بيحصل يا جماعه في 90% تقريبا من العيانين بياخدوا جنرال انستيزيا، وده موضوع اثبت ببحث سويدي في جامعه اسمها جامعه اوبسالا، مجموعه مهتميه جدا بقصه البلمونري فانكشنز انترا اوبرتيف وبوست اوبرتيف. عملوا ايه؟ جابوا 45 عيان وعملوا لهم سي تي في نقطه معينه في وسط الشيست زي ما انتم شايفين، الهارت باين واللنج باينه، ده قبل التخدير، وكان هو السي تي يعني السي تي ده جوه غرفه العمليات. فبعد التخدير مباشره صوروا العيان، ايه اللي حصل؟ الليفر لو انت شايف في الصوره اليمين الليفر ابتدى يبان، وده معناه ايه؟ معناه الدايفرام طلع لفوق، معناه ان حصل لانج كولابس او اتليكسس. فده يعني اثبات بالدليل ان لا ده انت مجرد ما العيان بيتخدر بيبتدي يحصل سنه لانج كولابس، وطبعا دي بتزيد مع فاكتورز كتير، منها لو انا شغال ب 100% اكسجين، منها لو هي ابدومينال سيرجري، منها لو انا مش عامل بروتكتيف لانج استراتيجي او مش عامل بيب او زي ما هنقول قدام. لكن القصه ان البوست اوبرتيف او الاتليكسس اللي ريليتد انافيزيا هي حقيقه وليست خيالي. طيب الميكانيزمز بتاعتها الابزوربشن بعد الكلوزد اير ويز اللي بتحصل، وطبعا لو الاف اي 2 عالي بتزيد،
الكومبريشن اللي على اللونج اكسترنال، وطبعا اللوس بتاع السرفاكتنت او الفانكشن بتاعه. طيب ندخل على البريفيلنس، هل احنا بنتكلم في مشكله كومن ولا مشكله رير؟ هل احنا كنا احنا بننيم وصحي ونايم وصحي ما بنشوفش تبعات الكومبليكيشن دي؟ طبعا احنا عشان في الانتنسيف كير فبنشوفها اكتر، لكن هل هي يعني حاجه كومن ولا مش كومن؟ هنشوف في امريكا، يعني مش بقول هنا، ده بحث كبير اتنشر في المجله بتاعه الامريكان كوليدج اوف سيرجن على 1008 عيان، وده عدد كبير جدا. تمام، كان بيدور في ايه؟ في الكومبليكيشنز بعد العمليات، لقى الموست كومن هي الانفكشس كومبليكيشن 7%، ولقى الريسبيراتوري كومبليكيشن 3.5%، وده رقم مش قليل، يعني لو كل 1000 عيان عندي 30 40 عيان بيجي لهم ريسبيراتوري كومبليكيشن، ده رقم سيجنيفيكت. ولما دوروا في التكلفه بتاعتها لقى ان زي ما انتم شايفين في الجدول، العيانين اللي جالهم ريسبيراتوري كومبليكيشن تكلفتهم 62000 دولار، بينما التانيين 5000 دولار بس. تمام، فهي حاجه مكلفه جدا، سواء على الدوله لو العيان اتعالج ببلاش، او على التامين الصحي، او على العيان نفسه لو هو بيتعالج على حسابه. والبحث ده اللي في لانست لما كان بيدور برضه في ريسبيراتوري كومبليكيشن، لقى ده جمع 12 ستادي 3000 عيان، لقوا ان اغلب الكومبليكيشن بتحصل في اول 3 ايام. فالموضوع يا جماعه مش في اول يوم بس، لا ده ممكن يبقى عبر عن نفسه في ثاني او ثالث يوم، لو بصينا على الكيرف هنلاقي اغلب العيان بيتبان عليهم الكومبليكيشن في ثاني يوم وليس بعد التخدير، ليس بعد العمليه مباشره. ولما شافوا السرفايفر لقوا العيانين اللي عندهم كومبليكيشن الوفيات بتاعتهم اسرع من اللي ما عندهمش كومبليكيشن. ولما قسموا العيانين لثوراسيك وابدومينال لقوا ان الوفاء اكتر في الثوراسيك اللي عندهم كومبليكيشن، ثم الابدومينال اللي عندهم كومبليكيشن، ثم اللي ما عندهمش كومبليكيشن، زي ما احنا شايفين الاسهم اللي على الكابلان ماير كيرف. طيب ندخل على الريسك فاكتورز والفولس كونسبتس. ايه هي الريسك فاكتورز فور بوست اوبرتيف بالمونري كومبليكيشن؟ عندنا بيشنت فاكتورز، انستيزيا ريليتد فاكتورز، وسيرجري ريليتد فاكتورز. نبتدي بمين؟ نبتدي بالسيرجري. هل الجراحه بتاثر في البالمونري كومبليكيشن، نوعها او مكانها او ايرجنسي؟ ايوه، السايت بتاع السيرجري كل ما تكون قريبه من الدايفرام كل ما تبقى اكثر. البريفرال سيرجري مش مؤثره قوي، الابر ليمب مش مؤثره قوي، هي اخطر حاجه الابر ابدومينال والثوراسيك سيرجري. الايرجنسي طبعا لو العيان ايمرجنسي غير لو عن الكتيف، والديوريشن العمليه كل ما بتطول خاصه من 3 ساعات واحنا طالعين بتزود جدا الريسك. طب احنا بنقول كل الريسك دي ليه؟ ما هو في حاجات مش في ايدينا. لا، في حاجات في ايدينا وحاجات مش في ايدينا. لو انا عيان عنده 3 4 ريسك فاكتور، احاول الحاجه اللي في ايدي احاول يتعمل له عمليه سريعه، جراح سريع. لو في اختيارين بين 2 بروسيديرز، واحد اسرع من الثاني، اختار الاسرع، ده لو عيان كومبرومايزد. تمام، هل السيرجيكال سايت بيفرق؟ زي ما احنا سائلين، تعال نجيب الدليل. السيرجيكال سايت هو السنجل موست سيجنيفيكانت فاكتور في كل الموضوع، اهم حاجه في الموضوع العين هيعمل ايه. لذلك الريسبيراتوري غير الكارديك، الكارديك انت مين لي مهتم بمشاكل العين نفسه، لكن الريسبيراتوري انت لازم تسال هيعمل ايه، العمليه فين، قريبه من الدايفرام ولا بعيد عنها. والبحث اللطيف ده برضو هيوضح لك المشكله اكتر. البحث ده عمله مجموعه فرنسويين واتنشر في البريتش جورنال اوف انستيزيا سنه 87، بحث مش جديد يعني. جابوا عيانين عملوا ابر ولور ابدومينال سيرجري، لما شافوا اللور ابدومينال سيرجري حركه الابدومينال ماسلز بعد العمليه لقوا ان هي حركه كويسه نورمال بعد العمليه بيوم، يعني سوري قبل العمليه، بعدين بعد العمليه بيوم، بعد العمليه، بعد العمليه بثلاث ايام ما فيش اي تغير، يعني العيان حركه التنفس بتاعته طبيعيه، لا زادت ولا قلت قبل او بعد العمليه ده في اللور ابدومينال سيرجري. تعالوا نشوف بقى الابر ابدومينال سيرجري، دي حركه الابدومينال موفمنت قبل العمليه، بعد العمليه بيوم واحد قلت جدا، ثم ابتدت تزيد تاني بعد 3 ايام، ثم ابتدت ترجع لطبيعتها بعد 5 ايام. فالمسج هنا ايه؟ ان احنا عندنا سيفير امبيرمنت في الريسبيراتوري فانكشنز والريسبيراتوري ماسلز بيحصل مع الابر ابدومينال سيرجري مقارنه باللور. وفي نفس البحث ده لما قاسوا الفايتال كاباسيتي دول العيانين اللور ابدومينال، طبعا الفايتال كاباسيتي قلت شويه بعد العمليه، بس لو بصينا على اللور الابر ابدومينال هنلاقي ان هي قلت اكتر من 50% في اول يوم بعد العمليه، بعد كده خدت وقتها ورجعت تاني. لكن الرساله ان انا عندي ماركت ريدكشن في فايتال كاباسيتي في اول يوم بعد العمليات الابر ابدومينال. واخر صوره دي الديافراجماتيك اكتيفيتي، مع كل نفس هنلاقي في حركه من يعني في ويفز كده حاصله على الكيرف زي ما انتم شايفين، دي اللور ابدومينال، بينما الابر ابدومينال ما فيش اي ديافراجماتيك اكتيفيتي. يعني انا اقدر اقول لك او اكاد اقول لك ان العيان اللي بيعمل ابر ابدومينال سيرجري اول يوم بعد العمليه تقريبا الديافرام لا يتحرك، مش متقاس فيه اي كهرباء. تمام، فكل ده بيودينا لقصه ايه؟ لازم ابقى عارف العيان بيعمل عمليه ايه. هل الديوريشن بتاع العمليه بيفرق؟ ايوه بيفرق. والبحث ده اللي بيقيس حاجه اسمها البالمونري سيرفكتانت بروتين تايب بي، ده مش السيرفكتانت العادي، ده ماده بتقيس اللونج انجري. لقوا ان كل ما العمليه بتطول زي ما انتم شايفين الليفلز بتاعته بتبقى اعلى، which means ان اللونج انجري بيبقى اكتر، خاصه لو عدينا الـ3 ساعات. احنا كده خلصنا السيرجري، ندخل على الانستيزيا ريليتد ريسك فاكتورز. هل طريقه التخدير بتفرق؟ ايوه طبعا، الجنرال علاقته بالريسبيريشن اسوء من الريجنال، دي حاجه كلها مفهومه.
تاني حاجه الاستخدام النيورو ماسكولار بلوكرز ثبت انه بيؤثر في حدوث الريسبيراتوري كومبليكيشن، وده مثبت بالدليل، ده بحث كبير جدا منشور في لانست ريسبيراتوري سنه 2019 اسمه البوبيولار ستادي، مش هدخل في تفاصيله بس عايز اوريكم حجمه ان هو 22000 عيان وصفصفوا في الاخر على 17 بعد الاكسكلوجن، وكان نتيجه البحث ده ان استخدام النيورو ماسكولار بلوكرز في الجنرال انافيزيا بيزود احتماليات البوست اوبرت بالمونري كومبليكيشن، وان هما كانوا بيحذروا او يعني بينبهك كانستيست انك بتحاول تحاول تبالانس البوتنشال بينفيت بتاع نيورو ماسكولار بلوكر اجينست الانكريز بوست اوبرت بالمونري كومبليكيشن. بمعنى اخر لو انا عيان ينفع ينام باقل قدر ممكن من الماسل ريلاكسنت يبقى احسن. طيب كده خلصنا ايه الانافيزيا ريليتد فاكتورز، فاضل البيشنت ريليتد فاكتورز هنتكلم عنهم، بس قبل ما اتكلم عنهم هقول نقطه ان احنا هنا زي ما قلت من شويه مختلفين عن الكارديا كومبليكيشن، اغلب البوست اوبرت بالمونري ليها علاقه بالجراحه وليس بالعيان. طيب تعال نشوف ايه الريسك فاكتورز اللي احنا ممكن نتكلم فيها. اولا الايدج، الايدج طبعا هايلي اسوشيتد ويز بوست اوبرت بالمونري كومبليكيشن، لو الايدج اكتر من 50 ده بيزود الريسك، لو اكتر من 80 بيزود الريسك 5 مرات، لذلك العيان اللي فوق 80 سنه يستحب ينام ريجونال قدر المستطاع. طيب السموكينج، السموكينج ده قصته محيره عشان كده انا هجيب لكم الايفيدنس بالتفصيل عشان نفهم منه الجايد لاينز. هل السموكينج بيأثر على البوست اوبرت بالمونري كومبليكيشن؟ طبعا، لكن الغريبه ان البحث ده لما اتعمل 12 في مايو كلينيك بروسيدنجز هو بحث قديم قوي منشور سنه 89، لقى ان البوست اوبرت بالمونري كومبليكيشن فاو لما انت بتوقف سموكينج ما بتقلش غير في بعد 120 150 يوم، بعد 3 4 شهور، في حين ان اول 25 ل 50 يوم زي ما انتم شايفين على الكيرف الناس اللي وقفوا السموكينج البوست اوبرت بالمونري كومبليكيشن عندهم زادت ما قلتش، وده كانت حاجه محيره. يعني ايه ان انا موقف التدخين 3 4 اسابيع الاقي ان انا الكومبليكيشن عندي اكتر من اللي ما وقفهاش، يعني لازم اوقفها فتره طويله. تمام، فخلاصه طبعا البحث ده كان في عينين الكابج مش جنرال، كان في عينين قلب بس، لو ان اللوست كومبليكيشن حصلت لما عينين الكابج وقفوا السموكينج لمده شهرين، وان الشورتر بيريود كانت مصحوبه بانكريز في الكومبليكيشن وليس ديكريز، ودي كانت حاجه مفاجاه. بعد كده جاء بحث تاني في شيست سنه 98، لا لا العكس، لا ان كارنت سموكينج ووز اسوشيتد ويز 6 فولد انكريز في الريسك، وبالتالي ان احنا كل ما هنقلل السموكينج او نطول فتره ان انا اوقف السموكينج كل ما هيبقى افضل العيان، ويستحب يكون شهر على الاقل. تمام، طيب يعني من الاخر انا اوقف التدخين قد ايه قبل العمليه دي؟ لو واحد يعني عنده القابليه، انا عارف ما فيش حد اصلا مدخن بيوقف تدخين، بس احنا بنتكلم يعني لو عندنا الاوبشن ان عيان هيوقف التدخين عشان عنده ريسك فاكتورز كتير وبنحاول نقللها. تمام، حسب الميتا اناليسيس دي وحسب الميتا اناليسيس الثانيه، حسب الجايد لاينز الفرنسويه اللي نازله مخصوص في قصه السموكينج مانجمنت، هم مسكوا العصايه من النص، هم قالوا ان البري اوبراتيف سموكينج او توباكو سيسيشن شود بي اوفرد وات ايفر العمليه امتى. يعني هم ما مشيوش ورا اللي بيقول لك لو وقفت السجاير اسبوعين الكومبليكيشن هتزيد، قال بيقول لك لا وين ايفر تقدر توقف التدخين وقفه، بس هو برضه رجع قال لك ايه، خلي بالك ان البينفيت الحقيقي بيبان لو انت وقفته لمده 8 اسابيع، ده اللي مكتوب في الجايد لاينز. ده بعديها جايد لاينز ثانيه الاوروبيين اللي انا بتكلم عنها في اول المحاضره اللي هي بتاعت 2018، لما اتكلموا عن الريسك ريدكشن في الريكومنديشن قالوا ايه؟ قالوا وي سجست انك توقف السموكينج 4 ويكس قبل العمليه عشان تقلل الكومبليكيشن، ورجع قال لك كمان مفيش ايفيدنس واضح بيقول ان لا 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 لو وقفت التدخين فتره اقل من 4 اسابيع ان هو ده ان ده هيفيد العيان، هو ما قالش انه هيضر، بس هو مسك العصايه من النص قال لك لا انا مش متاكد اقل من كده هيفيد ولا لا. ليه؟ لانه ما عندوش دليل، لكن عنده دليل ان اكتر من 4 اسابيع بتفيد العيان. تمام، ده كلام الجايد لاينز. طيب الكاردياك موربيديتيز طبعا خاصه الهارت فيلير بتزود احتماليات البوست اوبرتيف بالمونري كومبليكيشن. طب الاوبيزيتي والمال نيوتريشن مين فيهم اخطر ريسبيراتوري؟ انا عندي الاثنين عينين دول، عين تخين قوي وعين رفيع قوي، مين فيهم اللي انا مقلق منه اكتر وانا بخدره كريسبيراتوري وايز؟ القصه دي بقى اتحلت في ارتكل لطيف جدا اتنشر في نيو انجلاند جورنال اوف ميديسين، وطبعا دي مجله كبيره جدا، وكان بيتكلم عن الريسك فاكتورز او البري اوبرتيف بالمونري ايفالويشن، لما اتكلم عن الاوبيزيتي لقى ان هي مش فارقه، لقى ان العيان الاوبيز مش بيحصل له كومبليكيشنز اكثر من ان اوبيز ولا حاجه، بس ناخد بالنا طالما استبعدنا قصه الاوبستراكتيف سليب ابني، هناك فرق بين عيان موربت اوبيز والاوبيزيتي كلها بريفرال، ورقبته رفيعه وبالذات الستات بتبقى الاوبيستي كلها بريفرال لكن الرقبه والوش ومنطقه الايروي كويسه، وبين عيان كل الاوبيستي بتاعته في النيك والابر تشيست. تمام، فمين العيانين اللي عندهم هاي ريسك بالمونري كومبليكيشن؟ العيانين الريسنت ويت لوس اكتر من 10% في اخر 6 شهور، او اللي هم اندر ويت، او اللي عندهم لو ماسل ماس. طب مين الاوبيز؟ الاوبيز اللي عنده اوبستراكتيف سليب ابني، فقصه ان انا عيان بي ام اي بتاعه 40 ولا 50 او طالب له اي سي يو اقول لا ده عيان ريسك وبتاع، لا عيان مش ريسك ولا حاجه الا لو هو عنده اوبستراكتيف سليب ابني. تمام، والجايد لاينز حتى لما اتكلمت عن الكوريكشن بتاع المال نيوتريشن، هو ده اللي هم كانوا ايه بيوصوا بيه، ما حدش جاب سيره انقاص الوزن ولا حاجه علشان الريسبيراتوري كومبليكيشن، هو طبعا هي حاجه كويسه بس انا بتكلم على الريسبيراتوري كومبليكيشن. طيب
الاوبستراكتيف سليب ابنيا هل ليها ريسك؟ دي رعب، دي يعني من اكثر الحاجات اللي تخوف دكتور التخدير في رايي، هي الاوبستراكتيف سليب ابنيا. ده ميجور 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 بيشنت، تمام؟ والجايد لاينز لذلك نبهت عليه جدا. هنشوف الجايد لاين قالت ايه اليوروبيان، قالت وي ريكومند البيشنت اوبستراكتيف ابنيا شود بي ايفالويتد كيرفول، تمام؟ مفيش هزار مع العيان ده. وحتى حطوا الستوب بانج كويشنير، قال لك ان ده اسهل وافضل حاجه. هو طبعا الجولد ستاندرد زي ما مكتوب قدامكم هو البوليسونوجرافي، لكن ده حاجه صعبه جدا، ده عباره عن معمل والعيان بيروح ينام فيه ويتوصل عليه اي سي جي والس اوكزيمتر واجهزه تقيس الريسبيريشن وقصص كده كبيره، عشان في الاخر يقول لك العيان ده بيكونستراكت كام مره وهو نايم وبيدي ساتوريت كام. الستوب بانج لقوا ان هو بيقدم تقريبا يعني اكيرسي قريبه قوي من البوليسونوجرافي، وهو مجرد كويشنير بسيط بتسال العيان على الثمان اسئله دول، وكل واحد ليه سكور، ولو العين طبعا اكتر من ثلاثه ده يعني مودريت ريسك، لو اكتر من خمسه ده هاي ريسك، تمام؟ طيب السي او بي دي والبرونكيال ازمه ايه موقعهم في الحوار؟ لما يلاقي عيان ازماتيك وكنترول، ولما يلاقي عيان سي او بي دي، هل الريسك هنا غير الريسك هنا، ولا اي عيان ازماتيك عنده ريسك؟ الاوبستراكتيف ديس اوردرز اند بوست اوبرت بالمونري كومبليكيشنز هتبتدي اول بالبرونكيال ازمه، والكلام ده مش كلامي، ده كلام الامريكان في انستيولوجي اللي هي المجله الرسميه بتاع الامريكان سوسايتي اوف انستيولوجيست، والبريتش جورنال برضه باناثيزيا، يعني الامريكان والانجليز الاثنين اجمعوا على ايه؟ ان ويل كنترولد ازمه اندبندنت اوف ذا سيفيريتي هاز مينيمال امباكت اون ذا ريسك اوف كومبليكيشن. العيان الازماتيك اللي انا جاي لقيته هادي ما عليهوش ويزز ما هوش ستريس، العيان ده ما اطلبلوش اي حاجه، لا تطلب له اكس راي ولا سي تي ولا تطلب له رعايه ولا بالمونري فانكشن ولا كل الكلام السيء جدا اللي بيحصل في بعض الاماكن، تمام؟ طب انا بتكلم على كنترولد ازمه وبتكلم في ادلت مش في اطفال، الاطفال قصه مختلفه ولازم السيندروم يتسمع كويس والانسنس بتاع البروكوسباسم عندهم اكتر والسيكولي بتاعتها اخطر، تمام؟ ده بالنسبه للازمه، ده العين اللي هو بيقول لك انا ازماتيك وعندي بخاخه ببخ بيها كل فتره. لكن عين السي او بي دي قصه مختلفه، لا يعني الكلام ده منشور في شيست في 2018، الامباكت اوف سي او بي دي اون بوست اوبرتيف اوت كومز، قال لك ان وجود السي او بي دي بيدبل الريسك بتاع كومبليكيشن، ولو في عندي ويزز وديمينيشد ساوند ساتوريشن قليل برولونج اكسبيريشن ده بيزود الكومبليكيشن ست اضعاف، تمام؟ فالسي او بي دي مختلف شويه عن البرونكيال ازمه. نوصل للنقطة الأخيرة في الريسك فاكتورز قبل ما ندخل على المانجمنت، الأوكسجين ساتوريشن. الأوكسجين ساتوريشن هو تقريبا أهم فاكتور في البيشنت فاكتورز، تمام؟ والبحث ده منشور في أناثيولوجي، كان هو أول محاولة لاستخراج سكور علشان يتقاس منه الريسك بتاع الكومبليكيشن. ده قسم العيانين لثلاث أجزاء، مين؟ قسمهم ل 96% ساتوريشن أو ما بين 91 و95 أو أقل من 90. ولقى ان زي ما انتم شايفين العيانين اللي هم الساتوريشن بتاعهم اقل من 96 احتماليات الريسك بتاعتهم دبل، ولو الساتوريشن اقل من 90 على الروم اير فالريسك بتاع البوست اوبرت كومبليكيشن 10 اضعاف. فلو انت عايز اهم حاجه تقيم بيها العيان بتاعك قبل ما تنيمه ريسبيراتوري، حطه على البلس اوكزيمتر على الروم اير وشوف وضعه ايه. دي افيد لك من انك تعمل له اكس راي او سي تي او بالمونري فانكشن. طبعا لو انا عنده باثولوجي المفروض يعمل الايمجنج عشان يتشخص ويتعالج، انا مش بتكلم في ان انا اعالجه بايه، انا مش هعالجه بالبلس، انا بتكلم في تقييم خطورته للجراحه، تمام؟ الساتوريشن مهم جدا يا جماعه، تمام؟ طيب نيجي على المانجمنت. المانجمنت يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي خلاص انا عرفت ايه الريسك فاكتورز، طب انا جاي لي عيان هصدره، سواء بقى هو عنده ريسك عالي وعايز اقلل الريسك، او هو عنده ما عندوش ريسك بس عايز برضه ما يحصلش ريسك. تعال نتكلم على البري اوبرتيف مانجمنت عموما بتاع الريسبيريشن. هنتكلم الاول على الريسك ستراتيفيكيشن، ازاي اقيم العيان، وبعد كده الريسك ريدكشن. طيب الريسك ستراتيفيكيشن مفيش حاجه سنجل بنستخدمها، هي كلها كوليكشن من الحاجات، وهي تنقسم ل يعني الاول في انفستيجيشن وبعد كده سكورز. نتكلم الاول عن الانفستيجيشن. هل البالمونري فانكشن تيست والشيست اكس راي تقدر تساعدني ان انا اتوقع بوست اوبرتيف بالمونري كومبليكيشن؟ ده سؤال، لان الكلام ده بيطلب كتير. تعالوا نشوف الجايد لاين قالت ايه، الاوروبيان جايد لاين، انا مش هجيب كلام من دماغي. وي دو نوت ريكومند بري اوبرتيف شيست اكس راي، خلاص مش روتين، يعني اكس راي مش هتفيدك، هتفيدك لو انا عنده مشكله وانت عايز تشخصه، لكن عشان مثلا تبص على الشيست اكس راي تقول لي العيان ده هيحتاج اي سي ولا لا، مش هتفيدني في حاجه، البلس اوكزيمتر افيدني، تمام؟ والكلام ده حتى في الانالز اوف انتنسيف ميديسن كاتبينها برضو في ريكومنديشن ان البري اوبرتيف سبايرومتري والشيست اكس راي الاثنين شود نوت بي يوزد روتينلي. طبعا هو اي روتينلي يعني احيانا هحتاجها، لكن هي مش من الحاجات اللي ممكن تساعدني في ان انا اشخص او اتوقع بالمونري كومبليكيشن. طيب البريتش جورنال اوف انستيزيا في 2013 نشروا السيستماتيك ريفيو ده اللي كان بيقول ايه، خلاصته يعني عشان ما اضيعش وقتكم، ان البالمونري فانكشن تيست دو نوت بريدكت البالمونري كومبليكيشن برضه. فقصه ان انا اطلب العيان بالمونري فانكشن عشان اطمن على الريسبيريشن في عيان نون كاردياك سيرجري ملهاش اي قيمه، تمام؟ نقفل المايكات لو سمحت، والكلام ده مش كلامي. تعالوا نشوف كلام، حتى مش هقول بقى كلام التخدير، كلام البطنه، عشان مثلا هيجوا ناس بتوع الصدريه
يقولوا كلام غيري. طيب تعال نشوف الانالز انتنسيف اوف انترنال ميديسن، الجايد لاينز بتاعت الامريكان كوليدج اوف فيزيشن بتقول ايه؟ البري اوبراتيف سبايرومتري وش اكس ري شود نوت بي يوزد روتينلي. السبايرومتري دي اللي هي ايه؟ اللي هي البلمونري فانكشن تيست. طب تعالوا نشوف بقى اليوروبيان جايد لاين اللي هي احدث منها شويه، اللي فاتت دي قديمه. تعالوا نشوف الجايد لاين بتاعت 2018 بتاعت البري اوبراتيف ايفالويشن، لما اتكلموا على السبايرومتري قالوا ايه؟ وي دو نوت ريكومند بري اوبراتيف دايجنوستيك سبايرومتري. نفس الكلام، يبقى هم لا بيريكومند البري اوبراتيف سبايرومتري ولا بيريكومند الشيست اكس راي روتينلي في العيانين دول. طيب امتى بقى السبايرومتري ممكن تفيدني؟ بتفيدني في حالات اللونج ريسكشن. ليه؟ لان الاف اي في 1 والدي ال سي او اللي هي من احد الميجرز بتاع البلمونري فانكشنز بتقل 30% في النيومنكتومي و15% في اللوبيكتومي و5 ل 10% في السيجمنتكتومي. فلو عيان داخل يعمل لونج ريسكشن لاي سبب، سواء ورم بقى سواء اي باثولوجي وحشيل حته من اللونج، لازم يعمل الايفالويشن علشان نتاكد هو الجزء اللي هيتبقى ليه من اللونج ده ينفع يعيشه ولا لا. ما انا مش يا فرحتي انا شلت له لونج وبعدين اللونج الثانيه صحي الساتوريشن بتاعها مش جايب ساتوريشن وبيموت، انا فدته بايه؟ ما كنت سبته باللونج الوحشه ويعيش على الاكسجين. تمام؟ طيب هل البلاد جازز هتفرق لو انت معاك يعني اس ساتوريشن؟ هل البلاد جازز هيفرق؟ البلاد جازز بتقيس لي ايه؟ بتقيس لي اوكسجينيشن وبتقيس لي فنتيليشن سي او 2 بي اتش. الاوكسجينيشن انا مش محتاج بلاد جازز عشان يكفيني بالس اوكسيمتر، الا لو انا شاكك يعني في بالس اوكسيمتر مديني قرايه بوردر لاين 89 مثلا ولا 91 وانا عايز اكونفيرم بالارتيريا اللي اعرف هي كام بالظبط، لان زي ما احنا عارفين في بايس شويه ما بين الجهاز اللي بيقيس وبين الترو فاليوز. طيب الجزء الشق الثاني من البلاد جاز اللي هو السي او 2 والبي اتش، هل هو هيفرق معايا في البريدكشن بتاع البلمونري كومبليكيشن؟ لا مش هيفرق، وده كلام مثبت مش كلامي، ده كلام مثبت في الامريكان جورنال اوف ميديسن في 2002 في البحث اللي اتعمل في كندا في المكان الجميل قوي اللي انتم شايفينه ده. قالوا نايذر هايبر كارديا نور سبايرومتري بيقدر يزود بيفرق في البص اوبرت بلمونري كومبليكيشن، وبالتالي طبعا طالما الهايبر كاربيا مش فارق قوي فانت مش هتفرق معاك قوي ان انت تعمل بلاد جايزز. لكن طبعا هيجي هنا نقطه تانيه، ان انت لو عندك سي او بي دي مطلوب برضو تعرف البيز لاين سي او 2 كام والبي اتش كام عشان تعرف تظبط له الفنتيليشن بتاعك عشان ما تعملوش ووش على السي او 2 على الفاضي، عشان تعرف تتايتريت تعرف البيز لاين سي او 2 كام قبل ما تخضره. فدي قصه تانيه، يعني هو ملوش قيمه في البريدكشن بتاع الكومبليكيشن لكن ممكن يفرق معاك في الانستيتيك مانجمنت. تمام؟ الساتوريشن از انف. طيب في مالتي فاكتوريال اندكس اتعمل علشان النون كاردياك سيرجري واتنشر، اتعمل في بوسطن اللي انتم شايفينها قدامكم دي، واتنشر في انرز سيرجري سنه 2000 على 82000 عيان، بس كان السكور بتاعه معقد جدا وكل نقطه ليها سكور غير الثاني وحاجات يعني محتاجه اونلاين كالكوليتور. تمام؟ لذلك ما حدش استخدمه كتير لان من ضمن مشاكل السكورز او وسائل الاسسمنت انها تكون معقده، كل ما حاجه تبقى بسيطه تعمل على البيت سايد والحاجات بتاعت السامبل كل ما تبقى اقصر في التطبيق. فده لو ديفيكالت وبيدريدكت بس للسبايرال فيلير مش كل الكومبليكيشن، واتعمل بعديه بعض الاونلاين كالكوليتورز لكن هم برضو كانوا كلهم ديفيكالت وبالتالي هذا السكور ما عادش كتير. جينا بقى للسكور المهم قوي واللي بتسيل كتير اللي هو الاريسكات سكور. ايه قصه الاريسكات ده؟ اتنشر في اناستيولوجي في 2010، هو اختصار لاسيس ريسبيراتوري ريسك ان سيرجيكال بيشنت ان كاتالونيا. هو اول ما اتعمل اتعمل من ناس اسبان في جامعه في الاقليم كاتالونيا اللي هي عاصمته برشلونه طبعا عارفينها. كان فاليديتد ان هم سبعه فاكتورز على 2500 عيان، وكل الفاكتورز دي ميزتهم ان هم ايزلي اوبتين ات ذا بري اوبرتيف فيزيت من تذكره العيان والايفالويشن العادي اقدر اعرفهم، ويقدر يديسكريمينيت 90% من البوست اوبرتيف بالمونري كومبليكيشن. السكور ده كان يتكون من ايه؟ من حاجات في العيان وحاجات في العمليه. حاجات في العيان ايج والساتوريشن ريسبيراتوري انفكشن في اللاست مانث والانيميا. الحاجات اللي في العمليه مكان الانسيشن زي ما قلنا قبل كده بريفرال ولا ابر ابدومينال ولا انترا ثوراسيك، والديوريشن بتاع السيرجري اقل من ساعتين، ساعتين لثلاثه، اكتر من ثلاثه، والامرجنسي بروسيدر برضو كل واحده فيهم بتاخد نقط اكتر، وفي الاخر بتجمع النقط. لو الريسك بتاعي النقط طالعه لي اقل من 26 الريسك بتاعي قليل، يعني احتمالات الكومبليكيشن 1.6 يعني تقريبا 60% زياده. لكن لو انترميديت ريسك اللي هو من 26 ل 44 السكور بتاعي احتماليات الكومبليكيشن 13 ضعف. لو هو بقى السكور اكتر من 45 احتماليات الكومبليكيشن 42 ضعف، وده طبعا رقم كبير جدا يعني شود بي الارم. طيب السكور ده بعد كده بقى فاليديتد في بحث تاني على 5000 عيان في 63 دوله لغايه ما خلاص وصلوا للكونكلوجن في 2014 في اناستيولوجي ان هذا السكور اللي هو الاسيس ريسبيراتوري ريسك اوف سيرجيكال بيشنت ان كاتالونيا ده بيقدر يبريدكت الكومبليكيشنز بكفاءه عاليه جدا حتى لما جربناه في عمليات كتيره وفي بلاد كتير. ده حاجه اسمها فاليديشن. تعالوا نعمل اكسرسايز نتمرن منها على السكورز. تمام؟ الاكسرسايز الاولاني عيان 35 سنه وهيموجلوبين 12 ساتوريشن 97% ومفيش انفكشن، يبقى كده هيعمل عمليه الكتف لابروسكوبيك سليف جاستريكتومي، هياخد ساعه ونص والبي ام اي 45، ده مربوط اوبيس او حتى 50. العيانين دول احنا بنقابلهم كتير وبيطلب لهم رعايه كتير للاسف، وفي ناس ساعات تقول لك لا ده هاي ريسك وما خدرلوش. تعالوا نشوف اول اربعه دول هياخدوا سكور زيرو. الكتف هتاخد زيرو، لابروسكوبيك سليف جاستريكتومي دي عمليه ما لهاش سكور عندي، ما هياش ابر ابدومينال ولا هي انترا ثراسيك، فهتاخد برضو زيرو، والبي ام اي 45 ملوش اي تصنيف، ف
فالعيان ده لو ريسك، رغم ان انت ممكن شكلا كده تشوف عيان 45 بي ام اي بتاعه تقول اف ده عيان هاي ريسك جامد، لا لو السيتويشن بتاعه كويس على الروم اير خلاص اتكل على الله. طب العيان الثاني 85 سنه 12 الهيموجلوبين بتاعه ساتوريشن 97 مفيش انفكشن، عنده لانج فايبروزز وهيعمل الكتف كاتر، تعالوا نحسب السكور بتاعه هيقعد ساعه ونص. طبعا عايز زي ده، تخيل انت قاعد في ليله الرمد 85 سنه ولانج فايبروزز تقول لا 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 انا مش هعمل له عمليه، ده خليه يعيش اعمى بحسن امانيمه ويموت. تعالوا نشوف كده الاربعه سكورز دول كلهم على بعض هيجوا له 16، 16 دي هياخدها علشان سنه 85 سنه، بقيه الحاجات ما لهاش سكور، لانج فايبروزز ما لهاش سكور طالما ساتوريشن 97% ومفيش ديستريس، الكتف ما لهاش سكور بتاخد زيرو، وكترك طبعا دي عمليه برده بتاخد زيرو، وهياخد ساعه ونص هياخد زيرو، فالعيان ده برده لو ريسك ما تقلقش منه ولا حاجه. تمام؟ طيب العيان الثالث ودي بقى المفاجاه، 18 سنه شاب يافع هيموجلوبين 11 ساتوريشن كويس ما فيش انفكشن، جاي يعمل عمليه امرجنسي ابر ابدومينال ابدومينال اكسبلوريشن فور بيرفوريت دي يو، وهيقعد ساعتين لثلاثه، تعال نحسب له اول اربعه دول هيدوا له زيرو، طب امرجنسي دي لوحدها ب 8 وابر ابدومينال ده 15 تمام، وهياخد ساعتين ثلاثه 23، اوبا العيان ده هاي ريسك. يعني تخيل العيان ال 85 سنه اللي فات لو ريسك، والعيان اللي قبله اللي عنده موربيد اوبيستي برضه لو ريسك، بينما العيان الشاب ال 18 سنه اللي جاي لك في حوادث الجراحه في امرجنسي سيرجري ده هاي ريسك. تعالوا اخر اكسرسايز، 30 سنه وهيموجلوبينه 13 97% ساتوريشن مفيش انفكشن، هيعمل الكتف سيرجري بس هيعمل كايفو سكوليوزس وهياخد 3 ساعات، تعال نحسب له اول اربعه هيدوا له زيرو والكتف زيرو، لكن الكايفو سكوليوزس دي تراسك بروسيدر هتاخد 24 نقطه، وكونه هيقعد اكتر من 3 ساعات 23 نقطه فده هاي ريسك. لذلك احنا لما بيجي لنا في الرعايه يقولوا لنا عيان كايفو سكوليوزس عايز مكان، نقول لهم في مكان مفيش فصال، لان احنا عارفين والله لو سنه 10 سنين طالما عمليه زي دي وهتاخد وقت زي ده ات از هاي ريسك سيرجري. تمام؟ وات ايفر بقى الساتوريشن، ومن غير حتى بالمونري فانكشن ولا تفرق معاك، تطلع زي ما تطلع. طيب احنا كده خلصنا ايه؟ الريسك ستراتيفيكيشن، نوصل لاخر 10 دقائق في المحاضره، الريسك ريدكشن، ازاي اقلل الريسك بتاعي؟ تمام؟ سواء بقى في اصلا عيان عنده ريسك كبير او حتى ريسك متوسط مش عايزه يحصل. بري اوبرتيف، ايه الحاجات اللي ممكن اعملها قبل العمليه؟ الريكومنديشن بتاع الاوروبيان جايد لاينز قالت ايه؟ اول حاجه سموكينج سيسيشن، قلناها انه يوقف السموكينج على الاقل 4 اسابيع، وان احنا ما عندناش ايفيدنس ان الفترات الاقل من كده هتفيده. تمام؟ ده التوصيات. ايه تاني؟ السبايرومتري، او يعني في حاجه اسمها انسنتيف سبايرومتري اللي انتم شايفينه، وفي حاجه اسمها انسبيراتوري ماسل تريننج اللي هو الجهاز اللي انتم شايفينه. تمام؟ ده ليه ميكانيزم غير ده، وهم مختلفين عن بعض شويه، ولو وان كان الاثنين بيتعمل فيهم انسبيريشن يعني اجينست ريزيستنس او حاجه بتقيس الفلو. تمام؟ لكن الجايد لاينز غريبه جدا لما زكت الجهاز الاولاني، يعني قال لك ايه؟ ان الانسبيراتوري ماسل تريننج ريديوسز البوست اوبرت اتليكتس. دي كانت ريكومنديشن، بينما الثاني اللي هو السبايرومتري لا، قال لك وي دو نوت سجست ذات بري اوبرتيف انسنتيف سبايرومتري هيفرق معانا. تمام؟ فالجهاز الاولاني افضل من الثاني، بس هنتكلم على بري اوبرتيف. الجهاز الثاني ما اعرفش بقى، احتمال يكون بيفيد بوست اوبرتيف، احنا بنديك فيه قوي للعيانين بوست اوبرتيفلي وبنقول لهم يقعدوا يسحبوا منه، بس انا مش متاكد قوي من الفاليو بتاعه. تمام؟ وطبعا المفروض العيان يسحب ما ينفخش، عشان في ناس بتقلب بتاعه يقول له انفخ، لا ده بينفخ ده انت كده بتنديوز اتليبسس، يعني الا لو انت عايز تعمله تريننج على الكف. طيب خلصنا البري، ندخل على الاندكشن، في حاجات اعملها في الاندكشن تساعدني شويه ان انا اقلل الكومبليكيشن، تعال نشوف بقى الجايد لاينز او الكونسنسس ريكومنديشن بتاعت البريتش جورنال بتاعت 2019، ايه البريكوشنز اللي قالوها خلال الاندكشن؟ هم طبعا قالوا يعني كل الارتكل من هنا جايبهم اي توصيات كتيره، فانا بقى بذلت مجهود بس ان انا ارتبهم، يعني حاجات البري مع بعض والانترا مع بعض والبوست مع بعض، لكن انت لو جبت الارتكل هتلاقيها ستيتمنتس مبعثره شويه، يعني ده الفرق بس بين اللي انا بقوله في المحاضره وبينك، ممكن تقرا الكلام كله هتلاقيه يعني في الارتكل، هبعتهم لك باذن الله بعد ما اخلص. تمام؟ فدي الريكومنديشن. الحاجات اللي ليها علاقه بالاندكشن قال لك اول حاجه تحاول تخلي الهيد اوف بيد الفيتد 30 درجه، تافويد الفلات سوباين بوزيشن، ومهم قوي يقول لك قبل ما العيان يروح للسبونتينيوس فنتليشن بتاعه، يعني انت اديت بريفان مثلا لسه ما اديتش ماسك ريلاكس، ابتدي على طول امسك له الماسك وافتح بيب، يعني تبتدي البيب او السباب من اول ما العيان يلوز الكونشسنس قبل حتى ما تدي له الماسك ريلاكس. دي من الحاجات اللي لقوا ان هي هتساعد في ان انا في ان حتى الكام دقيقه او كام ثانيه اللي ممكن يحصل فيهم لوس اوف تون ويحصل فيهم اتليكسس ما تحصلش. تمام؟ طب في المينتنس بتاع التخدير، ايه التريكات اللي هم قالوها في جايد لاين؟ التايدل فوليوم والبيب، قالوا ايه عليهم؟ قالوا طبعا لو تايدل فوليوم ده مفروغ منه، ده زي الرعايه بالظبط 6 8 مللي بالكي جي، وقال لك ممنوع تعمل الزيرو بيب اللي هو بيسموه الزيب، لا لازم تعمل بيب، مفيش حاجه اسمها بيب زيرو خالص، عشان دي للاسف حاجه وناس كبار كتير قوي بيعرضوها، يدخل عليك في العمليات يلاقيك عامل بيب خمسه يقوم قافلهولك يقول لك لا انا عايز بيب زيرو. الكلام ده يا جماعه دي جايد لاينز، ده مش مزاج ومش وجهه نظري، دي جايد لاين، ولو بصيت كمان في الستيتمنت دي في الجدول اللي انا حاطه مكتوب جنبها سترونج اجريمنت، تمام؟ اللي هي السترينث اوف ريكومنديشن عليها مكتوب جنبها سترونج اجريمنت، تمام؟ طيب ايه تاني في المينتنس؟ الاي تو اي ريشيو، هل في حاجه معينه؟ واحد من الواحد ولا واحد لاثنين ولا واحد ثلاثه؟ الجمله دي الستيتمنت قال لك برضو انت تايدل فوليوم 6 ل 8 والبيب يبقى في العادي يبقى 5، لكن قال لك ان الاي تو ريشيو الايفيدنس عليها الايز ليكنج،
مفيش حاجه تقول لك الواحد اتنين احسن من واحد ثلاثه. في حاجات طبعا احنا عارفينها في الاي سي يو، انك بتطول الاكسبيريشن لو عيان عنده اير ترابنج، بتزود الانسبيريشن لو عيان هايبوكسيك عشان تزود الجاز اكستشينج، يعني قصدي الاوكسجينيشن. لكن انا بتكلم كبروتكتيف استراتيجي جوه التخدير، العيان ما عندوش مشكله، لا مفيش اي اي تو ريشيو هيبقى سوبيريور على التاني. ايه تاني في المينتنس وانافيزيا؟ الاف اي او 2 المفروض اعمل اف اي او 2 كام؟ الليست بوسيبل، يعني بيقول لك مجرد احط الانبوبه. طبعا انت عاده في الفتره الاولانيه اول كام دقيقه بتبقى مثلا عامل اف اي 2 عالي، تمام؟ لكن خلاص حطيت الانبوبه واطمنت مفيش هايبوكسيا، 0.4 تمام؟ وايه؟ والمفروض اقل حاجه ممكنه كمان، يعني يقول لك ممكن بعد كده تقللها تخليها 0.3. طب افرض حصل هايبوكسيا، لا طبعا لو حصل هايبوكسيا هرفع الاف اي 2 الا طبعا لو في سبب تاني يتعالج يعني. فهو قال لك انك ممكن تستخدم اللوست بوسيبل اف اي 2 اللي يجيب لك ساتوريشن 94، يعني انت بتعمل على 0.4 تحاول تقلل عن كده. طب حصل لك هايبوكسيا، لا خلاص ارفع الاف اي 2 لغايه ما تجيب ساتوريشن 94. لو ساتوريشن 94 مثلا جالك على اف اي 2 60% خلاص تعمله 70 ليه؟ مش محتاجين. يعني انا الاقي ساتوريشن 100% على المونيتور دي حاجه ما فيهاش اي ميزه، تمام؟ طيب الانترا اوبرتيف هايبوكسيميا اند ريكروتمنت دي قصه برضو ايه معقده شويه، فانا جبت ريكومنديشن عليها من كذا حته. إيه لو انا بعد ما خدرت او اثناء العمليه في اي وقت ابتدى يحصل هايبوكسيا وبفكر اعمل ريكروتمنت، بفكر انفخ العيان، تمام؟ ايه الايفيدنس وايه الريكومنديشن اللي على كده؟ القصه دي انا لقيتها مكتوبه كويس في مجله انستيولوجي في الارتكل اللي قلت لكم عليه اللي هو بتاع 2022 ده بتاع البري اوبرتيف اتيليكسيس. قال لك لو انت لقيت هايبوكسيميا او مشكله في اللنج ميكانكس اثناء التخدير وانت شايف ان هي بيقول لك كونسيستنت ويز اتيليكسيس، الكلمه دي مهمه ليه؟ لان ما ينفعش تلاقي هايبوكسيميا وتقرر ان هي اتيليكسيس قبل ما تسمع الانبوبه مثلا يمكن تكون داخله يمين، او ما تسمع ان في برونكوسبازم او في سكريشن او الانبوبه متنيه او انا عضض عليها او اي حاجه من دي، تمام؟ فلازم الاول اطمن مفيش حاجه ميكانيكال، ما ينفعش انفخ العيان وانا حاطط الانبوبه يمين او العيان عنده سفير برونكوس سبازم وهيفرقع، تمام؟ فهو واضح بيقول لك لو فيها هايبوكسيميا كونسيستنت ويز اتيليكسيس، والله لو هي مش كده خلاص كمل زي ما انت. يعني ايه؟ يعني انت لقيت هايبوكسيميا بسبب برونكوس سبازم هتعمل حاجه في الفنتليتور؟ لا طبعا. لقيت هايبوكسيميا بسبب نيوموثوركس هتعالج السبب مش هتعمل حاجه في الفنتليتور. لكن لو طلعت فعلا الهايبوكسيميا بسبب اتيليكسيس هتعمل ايه؟ هتعمل امبيريكال مانجمنت اوف اتيليكسيس، ان انت تبتدي ممكن ترفع الاف اي 2 سنه وتصفط، ممكن تدي برونكو دايليتور وتعمل ريكروتمنت مانوفر وتزود البيب، تعمل تزود البيب عندك من اول 4 لغايه 12، تمام؟ تعمل مثلا تنفخ العين على 30 او 40 لمده نص دقيقه او دقيقه على حسب يعني، وتقوم رافع البيب. انا شخصيا في البراكتس بتاعي برفعه مثلا ايه 2 في 2 في 2 في 2، ببتدي بخمسه حصل حاجه بعمل ريكروتمنت وارفعه ل 7 ثم 9 ثم 11، بس ما بعديش ال 12 او ال 15 غير في حالات معينه. طيب لو حصل بعد كده ان بيرزيستنت ديسفانكشن، تمام؟ يعني انت عملت الريكروتمنت نفخت العيان وعملت كل القصه دي، ايه الاحتماليات اللي عندك ان ممكن يحصل بيرزيستنت ديسفانكشن اند اتليكسس برضو او لا؟ طيب لو البيرزيستنت ديسفانكشن ده ما حصلش، يعني خلاص العيان اتحسن خلاص هكمل زي ما انا. طب لا لو اتحسن، لو حصل بقى بيرزيستنت ديسفانكشن، ساعتها بسال نفسي سؤال مهم قوي. يعني انا بعد عملت ريكروتمنت ولقيت العيان ستيل هايبوكسيك، بسال نفسي سؤال، هل العيان ده او العمليه دي من الحاجات الهاي ريسك ان يحصل فيها سيفير اتليكسس لدرجه ان انا بعد ما نفخته ورفعت البيب لغايه 15 ولا 12 ستيل هو عنده اتليكسس؟ هل العمليه دي كده؟ تمام؟ زي ايه؟ زي الحاجات دي، الهاي بي ام اي، النيوموبريتونيوم، عيان بيعمل حاجه بالمنظار، ترندنبرج بوزيشن، ابر ابدومينال سيرجري ويز دايفراجماتيك ريتراكتور او دايفراجماتيك انجري، تمام؟ هتفرق معايا قوي لان الحاجات دي هي بتسجست ان انا فعلا المشكله عندي عامله لي سيفير اتيليكسس. والله لو هي لا مش من الحاجات دي، يعني انا لقيت العيان ستيل هايبوكسيك لكن هو مش عمليه من العمليات دي، لا خلاص انا مش هعمل له ريكروتمنت تاني ولا هنفخه ولا هاجي جنبه، مجرد ان انا هبقى اعمل له بعد كده لانج الترا ساوند او بعد العمليه اعمل له اكس راي او سي تي او حتى ايفو بروكوسكوب عشان اشخص المشكله ايه. يطلع عنده بقى برونكس مقفول، يطلع عنده نيوموثوركس، يطلع عنده يعني اي برابرينك من لانج ديزيز غير الاتيليكس، تمام؟ طب لو لا العيان فعلا عمليه من العمليات دي، العيان بيعمل لابروسكوبيك سيرجري او بيعمل روبوتك سيرجري او هيد داون، او هم فعلا عاملين ريتراكتور على الديافرام، ساعتها ايه؟ هنستمر في النفخ، تمام؟ هتعمل بقى ريكروتمنت تاني وتعمل بيب تايتريشن وهكذا وتشوف. والله لو هو ما اتحسنش لا خلاص هنوديه يتصور، لو اتحسن هنكمل زي ما احنا. فالقصه كلها ان انت بتسال نفسك هل القصه دي فعلا اتليكسز ولا لا، ولو هو ما اتحسنش هل العمليه دي هاي ريسك ان يكون فيها سيفير اتليكسز عشان اعرف اكمل في النفخ ولا لا، اتوقف عند البيب 12 والريكورد اللي انا عملته وما اعملش حاجه تاني واشيفت بقى ان انا اروح اعمل ايمج، تمام؟ طيب لما اعمل ريكروتمنت هل اعمله ايفن وزايد هايبوكسيا؟ يعني في بعض الارتكلز والابحاث كانت طلعت في اخر كام سنه قال لك انا هعمل ريجولار ريكروتمنت كل نص ساعه وات ايفر الدنيا عامله ازاي. هل القصه دي مفيده ولا مش مفيده؟ دي عليها ريكومنديشن في الامريكان سوسايتي اوف انستيولوجيست اللي هي مجله انستيولوجي، قايلين ايه؟ ان الريكومنديشن بتليمت اليوز بتاع الريكروتمنت للعيانين اللي عندهم فعلا ديسفانكشن، يعني انت مش محتاج تلعب في العيان ولا تنفخ ولا تيجي جنبه غير لو انت شايف فعلا ان في هايبوكسيا او في مشكله حاصله، لكن ما تعملهاش امبيريكال، تمام؟ ايه البريكوشنز اللي اخدها اثناء الريكروتمنت؟ ان انا اعملها فنتليتور جايدد مش مانيوالي، ما اجيبش العيان على باك واقعد انفخ، ودي في ستيتمنت بتحذر منها بس انا ما جبتهاش عشان ما اطولش المحاضره، وان انا استخدم اللوست بريشر اللي حقق لي هدفي، وان انا الشورت افكتيف تايم
وان انا اعمل افكت في هيموداينامك مونيتورنج، خاصه لو عيان كومبرومايزد او ضغطه بوردر لاين طبعا ما ينفعش اعمل له الكلام ده. طيب انا خلصت خلاص، انا بصحي بقى، انا خلصت البري والاندكشن والمينتنس، هدخل على الامرجنس. هل في بريكوشن مكتوبه في الجايد لاين لما اعملها تحافظ لي شويه على الريسبيراتوري فانكشن بتاع العيان؟ اول حاجه اوبتمايز البوزيشن، تمام، حاول تخليه سيمي سيتنج. تاني حاجه افويد الزيرو بيب برضه، فانا خد بالنا ما اجيبش العيان على الباك من غير بيب كده واسيبه واقول لك انا بصحي، لا لازم البيب ده يبقى مينتيند لغايه اخر لحظه. وخد دي بقى افويد انك تشفط من جوه الانبوبه، ما تشفطش من جوه الانبوبه غير لو انت عارف ان في مشكله، لكن لو ما جيش امبيريكالي احط الشفاط اقول لك انا بشفط من جوه لبره، لا ده بي انديوز اتيليكس، وفي ريكومنديشن اجينست في كل السورسز اللي انا قراتها كلها بتريكومند اجينست ان انا اشفط من جوه التراكيه بتوع. وطبعا في بقى حركه اسوء بكتير، ان في ناس بتحط خرطوم الشفاط على الانترناشونال بتاع الانبوبه ويطلع يقول لك انا كده بعمل افكتيف ساكشننج وبطلع بقى بالسكريشنز من التراكيه ومن الفارنكس. طبعا ده كلام فارغ، ده انا كده بعمل اتيليكس، يعني الناس كلها بتتكلم في ريكروتمنت، انت بتعمل دي ريكروتمنت بايدك، تمام. افويد الابنيا ويز برضه ويز ديب اللي هو زيرو بيب قبل الاكسيوبيشن، يعني ما تجيش العيان ابني كتب قلبه على الباج وتسيبه كده من غير بيب وتسيبه يتنفس ولا انا برجع نفسه وانت بتلغي البيب، لا انت كده بتنديوز اتيليكسس، تمام. فاضل ايه تاني؟ الاف اي او 2، احنا كنا بنقول حاول تخلي الاف اي 2 از ليست از بوسبل. طب انا بصحي العيان، تخيل ان هو بيقول لك برضه استخدم اف اي او 2 40% ديورنج الجنرال ايمرجنس، الا طبعا لو انت مضطر، الا لو عيان هو هيبقى ديفيكالت او هيوستراكت او هو اوريدي هايبوكسيك او انت مقلق من حاجه فيفا طبعا هتعمل له اف اي 2 اعلى من كده. لكن الشاهد ان هو بيقول لك بقى استخدم الاف اي 2.4، ولما قال لك لو انت اضطريت تستخدم اف اي 2 عالي وانت بتصحي فخد بالك انك هيحصل شويه اتليكسس، فحاول بعد ما تصحي تعمل سباب، تحط العيان ماسك، تقفل الفالف او تعمل له يعني على بريشر 30 او 40 باف اي 2 قليل. برضو يا جماعه لما نشيل الانبوبه ونحط الماسك على وش العيان ما عملوش 100%، انت ليه تديله 100%؟ اقسم انت شلت الانبوبه خلاص والمفروض انه هيعتمد على نفسه وهو ريفرس. انت عايز تعمل سباب، عايز تدي بريشر، ادي بريشر، اوكي اعمل ريكروت يعني افتح اللنج ماشي، بس ما تعملهاش ب 100% ولا حتى ب 80، اعملها باير، تمام، او اعملها ب 30 40%. فهو من كتر اهتمامهم جدا بانك تستخدم لو اف اي او 2 بيقول لك حتى لما تصحي ما تفتحش اف اي 2 عالي، ولو اضطريت تفتح اف اي 2 عالي برضه خد بالك بعد ما تصحي اعمل شويه سباب عشان تصلح اللي انت عملته، ولما تعمل السباب تعمله باف اي 2 اقل من 0.3، تمام. فانستيولوجي برضه زي ما الانجليزي اتكلموا في القصه، انستيولوجي الامريكان اتكلموا على اف اي 2 بكل وضوح، قال لك الامرجنس فروم انفيزيا اند اكسيوبيشن، قال لك ان الهاي بري اكسيوبيشن اف اي 2 از اسوشيتد ويز ابزوربشن اتيليكتس، تمام. لكن هو برضه على يعني برضه عايز يبقى حذر برضه ويراعي السيفتي، فقال لك برضه السيفتي ايشوز شود بي كونسيرن، لو انت شايف العيان ده لا هيدي سات منك او في مشكله ما، لا ارفع الاف اي 2 بس تاخد بالك زي ما قلنا تعمل له سباب بعد ما تصحي. قالوا ايه تاني الامريكان على الريكروتمنت افتر اكسيوبيشن؟ قال بيفور قصدي اكسيوبيشن، ودي حاجه انا ما اعرفش الناس بتعملها، لا بس انا بحب اعملها كتير قوي في شغلي، ان انا قبل وانا بشيل الانبوبه بقوم قافل الفالف واعمل بوست بريشر بالباج، وانا بطلع بالانبوبه بنفخ في نفس الوقت، بحيث ان انا اولا بطلع السفيشن، ثانيا بعمل سنه ريكروتمنت وانا بطلع. سبحان الله انا كنت بعمل البراكتس ده كده يعني من دماغي، لقيت ان هو لا ايفيدنس بيست، يعني لما قرات الارتكلز دي لقيت لا هو بيقول لك الانتنسيف الفا ريكروتمنت بيرفورمنت بيفور اكسيوبيشن، ان ده مهم جدا وممكن يحسن جدا البوست اوبرت بالمونري فانكشن بتاع العيانين. طيب وانا بشيل الانبوبه خد بالي من ايه تاني؟ اقلل التراكيال ساكشن برضه زي ما الانجليز قالوها، الامريكان بيقولوها ليميتنج تراكيال ساكشن، تمام؟ وابلاينج بوست بريشر ديورنج الكاف ديفليشن، وانت بتفضي الكاف تبقى عامل بوست بريشر وانت بتطلع بالانبوبه، بحيث ان انت بتمنع الاتليكتس وبتطلع السكريشنز وانت طالع، تمام؟ الفرنساويين احنا جبنا سيرتهم الجايد لاينز بتاعتهم، انا جبت منها الصفحه دي شويه تريكات لطيفه قوي، ان هم بيتكلموا عن الاكسيوبيشن بتاع العيانين، بيقول لك وي ريكومند اكسيوبيتنج بيشنت يوزنج ريجورس استراتيجي عليها سترونج اجريمنت. ايه بقى الحاجات؟ قال لك اكسيوبيشن ان اكسيوبيتنج ان هاف سيتنج بوزيشن، خلي العين نص قاعد خاصه العين الهاي ريسك، تمام. تاني حاجه تخيل الحته دي برضه ناس كتير بتعملها وما يعرفوش ان هي غلط، ديفليتنج ذا بالون يوزنج اسيرج، يعني يقول لك ما تقطعش الكف وتلاقي فضيها بالسرنجه، ودي وخلي بالك جنبها ريفرنس، يعني في بحث لقى ان القصه دي مضره، تمام. فلما تفضي الكف لو سمحت فضيها بالسرنجه ما تقطعهاش، تمام. ايه تاني؟ قال لك اسبيريتنج ان ذا ماوث تو افويد اندوتراكيال ساكشننج برضه ديورنج ويزدرول اوف ذا تراكيال تيوب، يعني وانت بتطلع بالانبوبه يبقى الشفاط محطوط جوه بق العيان، فانت بتطلع بالسكريشن تلاقي الشفاط مستنيها، فعلى طول ما يبقاش في فرصه ان السكريشن راجع جوه التراكيه تاني، تمام. واخيرا لو هتعمل اف اي او 2 عالي اند ريموف ذا تراكيال تيوب بتعمل بوست بريشر وانت خارج برضه بالتيوب، نفس القصه، تمام. طيب انا صحيت خلاص شلت الانبوبه وانا في الريكفري، هل في ريكومنديشن؟ ايوه، الريكومنديشن الاولاني على قصه الروتين اكسجين بعد ريكفري، يا جماعه لما تصحي عيان لو سمحت سيبه على الروم اير ما تحطلوش اكسجين، ده مش قرار ضيافه والكلام ده مش رايي، ده جايد لاين، افويد روتين ابلكيشن اوف سبلمنتال اوكسجين وزاوت انفستيجيتنج اند تريتنج ذا اندرلاين كوز، لو لقيت هايبوكسيا لازم تعرف سببها ايه، هايبو فنتيليشن اوبستراكشن، مش هتماسك ايد بشويه اكسجين وتسيب الباثولوجي زي ما هو، ما انت لو انت حتى ماسك الهايبوكسيا انت مديد انت ماسك الهايبر كاربيا، فاهم، انت مش قايس السي او 2،
فايت از فيري ريسكي، تمام؟ والله لو انت مشخص الهايبوكسيا وخلاص طمنت انها مش ايروي ومش هايبوفنتليشن ومش 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 وخلاص، وعرفت ان ده شويه اتيليبسس ومحتاج وقت علشان يروح، هتحط له اكسجين اوكي، حتى ممكن تطلعه على عضه اكسجين، لكن لما صح عيان لازم اسيبه شويه على الروم اير علشان اطمن عليه وعلشان اقلل احتماليات الاتيليبسس، تمام؟ والكلام ده مش بس قالوا الانجليز، ده الامريكان برضو اتكلموا فيه عن الروتين اكسجين افتر ريكفري، قالوا جمله لطيفه قوي، قال لك في حاجه اسمها روم اير ترايل شود بي ريجولاري بيرفورم، تمام؟ اي عيان بتصحيه لازم على طول لازم بالروم اير ترايل من اول من الترايل من اول ما تصحيه، تمام؟ الاوروبيان جايد لاينز اتكلموا عن حاجه في في ريكفري، اه اتكلموا عن ايه في ريكومنديشن عن السيباب، قال لك انك السيباب ماسك ممكن تستخدمه في عيانين الاوبستراكتيف سليب ابنيا خاصه العيانين اللي هم اوريدي عايشين عليه في البيت، تمام؟ طيب الامريكان قالوا حاجه في القصه دي، قال له اه اتكلموا في البوست اوبرتيف عن الانالجيزيا، وكان مين اللي بيتكلموا ان الابيديورال او اللوكال او الريجنال عموما احسن من الاوبيود بيز انالجيزيا، اتكلموا كمان عن الميوكوليتكس وقالوا ان هي ما لهاش فايده، ات فيلد تو بريفنت بوست اوبرتيف اتيليكسس، تمام؟ فما فيش حاجه ان انا اقعد اكتب بقى ان السايس السين والحاجات دي روتين في العيانين غير لو انا شايف مشكله ما انا عايز احلها، لكن الحاجات دي ما تكتبش بروفيلاكتيك يا جماعه. الموبيلايزيشن اتكلموا برضو على الايرلي موبيلايزيشن، ان هو سجست ان هو بيمبروف البوست اوبرتيف بالمونري فانكشنز. احنا كده خلصنا المانجمنت سواء الريسك ستراتيفيكيشن او الريسك ريدكشن. تلخص المحاضره، لو انا بحضر العيان لازم ايدنتيفاي الترو من الفيك ريسك فاكتورز، يعني ايه الترو اللي هم الاريسكات سكور والستوب بانج، الفيك بقى اللي هي الحاجات الثانيه اكس راي وسبايرومتري والحاجات الكتيره اللي قلناها. طيب السيرجيكال فاكتورز هي اهم ريسك فاكتورز، السايت والارجنسي والديوريشن. طب اهم حاجه في العيان ايه في البيشنت ريليتد فاكتور؟ اوكسجين ساتوريشن. السيسيشن سموكنج از بريفيرد، ايوه، لكن مش معروف نوقفه قد ايه، بس طبعا يستحب نوقفه قدر الاستطاعه. السبايرومتري والاكس راي والاي بي جيز مش بتتعمل روتين، لازم يكون في انديكيشن تاني، تمام؟ الهاي ريسك بيشنت، لو انا عندي عيان خلاص في حاجات انا مش عارف اصلحها، سنه 85 سنه، تمام؟ لكن في حاجات اقدر اصلحها، ان انا مثلا لو هو عنده ريسنت انفكشن ما دي ليها سكور، خلاص اجله شويه لغايه ما يتحسن صدره. إيه لو هو قدامه عمليتين، عمليه طويله وعمليه قصيره، نعمل له عمليات القصيره، لو قدامي منظار واوبن اخليني في المنظار وهكذا. طيب اثناء بقى التخدير الريكومنديشن بروبر بوزيشننج ديورنج اندكشن، استخدم لو تايدال فوليوم ولو لو اف اي 2 انليس ان سيف، لو يعني الا لو عندي هايبوكسيا. البيب يا جماعه از مانداتوري ايفن بيفور باراليسيس ولغايه لما اصحي. الريكروتمنت اعمله بس لو عندي هايبوكسيا ديو تو كونفيرمد اتيليكسس، مش اي هايبوكسيا، تمام؟ واستخدم اللوست بريشر والتايم ويز كيرفول مونيتورنج للسي بي اس. البيب بيفور اكسيوبيشن يا جماعه اكمل بيه لغايه اخر لحظه واعمل البيب وانا بطلع الانبوبه، البوزيشننج بتاعي يبقى سيمي سيتنج، ما اعملش روتين تراكيال ساكشن الا لو انا شايف انديكيشن لذلك، اعمل ايرلي موبيلايزيشن، اعمل جود انالجيزيا وتستحب بتكون ريجونال مش سيستميك. السباب هيفيدني لو عيان اوبستراكتيف سليب ابنيا، افويد ان نيسيسري دراجز زي الميوكوليتكس او ان نيسيسري انترفينشنز زي التشفيط وان نيسيسري ساكشننج وان نيسيسري هاي اف اي او 2. وانا خلصت المحاضره.